الكل. خلينا نمشي إلى المواضيع المطروحة في الصحافة الوطنية وتحكي في الرأي العام. زوز مواضيع: الاستهلاك والمسكن، بين طموح التملك أسعار العقارات وعقاب الواقع. لكن البداية حابين نشوفوها مع اللي قاعد صاير في أسواقنا التونسية. هنا تباع البطاطا خلصة تقريبا، هذا اللي قاعد موجود في أكثر من بلاصة برا. وسيدي تيو شوف عند الخضارة ولا في الأسواق، جي تحكي معاه يقول لك هذه نمدها لك كان بالسرقة، وإلا يمشي يجيبها لك من بلاصة أخرى. نحكي على البطاطا، أي هذا بعد ما تصعرت البطاطا. كيف يدبر التونسي أمره؟ وهذا سؤال اللي طرحته زميلة اسماء صاحبون في جريدة الشروق الصادرة لليوم، وقالت أنه لا يختلف اثنان في القبول بأن الواقع على استهلاك بات صعبا الكثير من التوانسة، ليس فقط ل 667.2 ألف عاطل عن العمل والذين لا مورد رزق لهم لتأمين حاجياتهم الضرورية، بل أيضا لحوالي 56.2% من المشتغلين والذين تقل أجورهم عن 1700 دينار وفقا للأرقام الرسمية. معناها اللي نحكيه على اللي عندهم شهرية بين 1,700,000. يقول الباحث الاقتصادي رضا شكونديلي أن العائلة التونسية المتكونة من 4 أفراد تحتاج إلى دخل شهري قدره 4200 دينار، 4,200,000 معناه، لتلبية حاجياتها الأساسية، مستندا إلى المؤشرات الرسمية المعلنة حول الزيادات في الأسعار، ومنها ارتفاع سعر لحم الضأن بنسبة 24%، سعر لحم البقر ب 16%، سعر الزيوت النباتية ب 21.8%، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الخدمات الأساسية كالأدوية بنسبة 18.3%، والكتب المدرسية بنسبة 14.9%، ونفقات الدروس الدعم بنسبة 15.6%. وكان معهد الأعصاء قد أشار في بيانه حول مؤشرات شهر أكتوبر إلى أنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.3%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن كيف ما قلنا ب 21.4%، الفواكه الجافة 15.2%، الدواجن 14.1%، الأسماك الطازجة 13.9%، أسعار الخضار 13.1%، أسعار لحم البقر 11%، أسعار الغلال 6.8%، تراجع أسعار البيض نسبة 5.7%، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.5%، وأسعار مواد التنظيف بنسبة 8.1%، في ذات السياق لشهادة أسعار الخدمات ارتفاع بنسبة 5.4%، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزول بنسبة 11.1%. الزيادات هذه لا تقابلها زيادة في الأجور، الأمر الذي ينعكس بالضرورة على المقدرة المعيشية للتونسي، ويقدر عدد المشتغلين في تونس بحوالي 3,500,000 أجير، يمثل 56.2% منهم الشريحة التي يقدر دخلها سنوي بين 0 دينار إلى 20,000 دينار، أي أنا سلم الأجر الشهري لهذه الشريحة لا يتجاوز 1,700,000، وهو أجر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤمن نفقات السكن والأكل والعلاج والتنقل والدراسة ومصاريف دروس دعم ومصاريف فواتير استهلاك الماء والكهرباء والانترنت والهاتف، وأيضا خلاص الأقساط الشهرية للدين إن كان هناك قرض بنكي أو قرض من إحدى الصناديق الاجتماعية أو قرض صغير من إحدى الجمعيات، وذلك بنسبة لأسرة يبلغ عدد أفرادها 4 أشخاص. وبالتالي أصبحت هذه الفئة تواجه واقع استهلاكي ضاغطا، ويحاول البعض الخروج منه بحيل بديلة، منها تغيير سلم الأولويات في المصاريف، ومنها أيضا انخراط في مهنة ثانية، وهذا يؤثر سلبا على السلم الاجتماعي، يؤثر سلبا على العلاقة داخل العائلة، وهذا اللي يخلي المواطن اليوم حاير ما هو فاهمش يعمل. والحديث اليوم في المقاهي في الأسواق في كل مكان إيش باش نعمل، حايرين وين باش نشبوا وين باش نمشوا، معناها راهو شيء لا يطاق في ظل انكماش اقتصادي تعيشه البلاد، لا يطاق. فقط الخطاب الرسمي يحكي على محاربة الفساد والمحتكرين وغيره، في المقابل هل خطاب هل أتى بنتيجة؟
هل افعاله وهل انه مسؤول يخرج اليوم يصور مع حكة ماتم ومع بكو حليب اللي هو يتفقد فيه ومع زوز جاجوات بطاطا وجاجو فلفل، هل هذا يعطى نتيجة؟ انا ما نتصورش، لانه الواقع يقول حاجة اخرى. ومرة اخرى انادي هذه الفئة من المسؤولين، يفضلكم النشاط الرسمي متاعك وانتك تحارب تلوج على جاجو بطاطا تحت نصبة، راهو مش هذاك النشاط ومش هذاك تنجم تصلح به. المشاكل هيكلية بامتياز وجب حلول هيكلية أخرى. نمشيو إلى المشاكل الأخرى اللي هي لا تقل أهمية واللي قاعدة تضر في العائلة وفي السلم الاجتماعي، اللي هي السكن. وما أدراك ما السكن؟ آه يا حليلي من السكن، لأنه اللي قاعدين نراو فيه من ارتفاع في العقارات شيء كبير. في المقابل نزيد نشوفه في قانون المالية اللي هي زيد طلع في الأداءات. في بلاد اللي هي المواطن فيها اليوم غير قادر وأنه يكون عنده سكن، شوف تراه لي تاكسيسيون اللي قاعده صاير على السكن على مستوى البنكي، على مستوى الباحثين العقاريين، على مستوى التاكسيسيون اللي هي المواد اللي هي تنجم تبني بها. هذا الكل يخليك وانه غير قادر انه تلقى مسكن لائق ينجم هذايا يخف من الضغط الاجتماعي. هوني هشام بوعزيز زميل عزيز اللي يقول أسعار العقارات اللي شهدت في تونس ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ما جعل حل من امتلاك منزل أمرا بالغ صعوبة بالنسبة للمواطن العادي، رغم كل التضحيات اللي يبدلها في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي للتخلص من ضغط الكراء التي تتكرر شهريا، إذ تشير الأحصائيات إلى زيادة تفوق 3% في أسعار العقارات خلال الربع الأول من سنة 24 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وفق المعهد الوطني للإحصاء فإنه وفي ظل هذه الظروف أصبحت القدرة الشرائية على تملك تبتعد عن متناول الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، وهو ما يستوجب البحث عن حلول ممكنة وضبط رؤية تمكن التونسيين من تحقيق هذا المطمح الهام الذي تبحث عنه كل الأسر التونسية على اختلاف طبقاتها. اكتساب عقار في إطار الملكية الشخصية ظل مطمح تبحث الأسر التونسية عن تحقيقه. والحقيقة نشوفه أيضا هوني في جريدة الصباح، المدير العام التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت عبد القادر قاسم، اللي يقول أنه أرقم المعاملات الشركة منذ بداية السنة إلى موافق أكتوبر الماضي بلغ 18 مليون دينار، مسجل تراجع بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة من سنة 23. كما قامت الشركة بتفويت في 123 مسكن خلال العشر الأشهر الأولى من 24. وطرق قاسم في حواره للصباح إلى أنه أسعار المسكن الاجتماعي والاقتصادي هي الأقل مقارنة بالأسعار الباحثين العقاريين، كما أن الشركة تواجه ارتفاع أسعار في مواد البناء واليد العاملة والمحروقات وندرة الأراضي، وهذا وعلى هذا الأساس تعمل على إيجاد حلول لهذه الإشكاليات. وكشف المدير التجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية أن سنيت انطلقت في تسليم 367 شقة ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، وقريبا ستشرع في تسليم 55 مسكن فردي اجتماعي و42 شقة اجتماعية، كما تعمل على إنشاء مشروع نموذجي يحترم البيئة في جهة العقبة بالعاصمة. في وشوفوا انه الغديكة مازال هذيك حدائق تونس مازالت ما بدتش، يعني قاعدين نراو فيها مقسمة وكذا ولكن مازالت ما بدتش. رغم هذا الكل تقعد اسعار تو سنيت والا لا فاش لي اسعار غالية برشا. تقولي بارابور الخواصي، هوني نحكيو على الدولة تقوم بدورها الاجتماعي والشركات هذه اللي جات من اجل تعاون التونسي بشنو يلقى المسكن متاعه، وجب إعادة النظر في المنوال ككل حتى في هذه الشركات وفي طريقة عملها في إيجاد حلول ممكنة بحلول كفيلة بأنه المواطن اليوم ينجم يتملك. شوفوا مسكين قديش هالمواطن اليوم بين أنه ما هو لاقش شهرية نجم تكفيه، مش لاقي المواد الأساسية نجم يلقاه، مش لاقي السكن نجم يلقاه، مقابله معناها خطاب سياسي فقط يتكلم ويتحدث على انه الاحتكار والفساد وغيره. في المقابل ننتظر حلول فعليه للخروج من هذه الازمه الخانقه لتمس السلم الاجتماعي. نواصل بعد الفاصل.